وفي عسيلة فهمتي وجسمينا لا يا بسم الله توكلنا على الله ولا إله إلا الله. شوف السي محمد شوف سعد 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 شي شي طويل العمر شي شي طويل العمر شي كبير بمناسبة المليون متابع ومتابعة خاصة المتابعات. ها هو الدرع ديال المليون الذهبي جانا ربحنا ميدالية ذهبية قلال في الأولمبياد فلهذا جبت لكم الدرع الذهبي. ها افتخروا بي افتخروا بي راه مجهود كبير في هادشي راه خدمة غنفتحوا ان شاء الله هاد الدرع وبهذه المناسبة ديال المليون ابوني وكما نتوما كنتو كتسناو غنديروا الفيديو المنتظر اللي كلشي كيبغيه السلسلة المحبوبة عند الجماهير ديالنا الكريمة 10000 كالوري او 10000 كالوري في 24 ساعة. كما عارفين انا متبع واحد الريجيم غنحاول نخسروا يما واحد شوية باش نديروا هاد الفيديو لانكم نتوما كتبغيو الكونسيبت ساهل بزاف غناكلوا في 24 ساعة 10000 كالوري 10000 سعرة حرارية. اللي ما عارفش شنو هي السعرة الحرارية حتى انا ما عرفتش شنو هي قلب عليها في جوجل. اليوم غنتبعوا واحد التكنيك مختلف على الفيديوهات اللي قبل. شنو هو هذا التكنيك؟ غنحاول ناكلو 10000 سعره حراريه بلا ما نضيع الماكله يعني بلا ما نفورس على راسي ونبدا نضيع في الماكله. هذه اول حاجه. ثاني حاجه غنحاولوا ناكلو اكل نسبيا صحي. هذه حيدو حيدو هذا هو الكونسيبت ديال الفيديو. قبل ما نبداو خلينا معكم واحد لايك وتابعونا في لاش شانل واكتيفيو لاكلو باش نبداو الفيديو. قبل ما نكملوا ناخذ لكم من وقتكم دقيقه نوريكم فيها واحد لابليكاسيون ديال تريدينغ مزيان بوكيت بروكر. منصه كبيره امنه وسهله. شنو هي سهله؟ باش غتدخل ليها غتحس براسك ساهل تفهمها يعني ماشي معقده بزاف. غتدخل ليها غير داكشي ها واضح باش تكري كونت سهله ماشي معقده وما كيطلبوش منك فيريفيكاسيون. وزيد عليها الا كنتي باغي تخرج الفلوس حتى هي ساهله وكوميسيون 0%. وزيد عليها في لابليكاسيون كاينين اربع طرق ديال التداول تريدينغ رابيد وداكسيون والفوركس ام تي 4 والفوركس ام تي 5. الا كنتو باغي تفاصيل اكثر على هاد اللعيبات هادو في انستغرام ان شاء الله غنشرح لكم مع الاخ ديالي اللي كيفهم في هادشي مزيان احسن مني. ونزيدكم من الشعريبات في لابليكاسيون كاينين سيدي مسابقات وجوائز تصل الى 250 اورو على الفلوس. نعم سيدي وفي العمليات ديالكم ممكن الارباح يوصلوا ل 92%. رحمه سيدي رب. نزيدكم عاوتاني السيبور ديالهم سالم ما عندهم يدار جالس تما كيتسنى فيكم 24 ساعه على 24 ساعه 7 ايام في السيمانه جالسين. لا عندكم اي سؤال هضروا معاهم جالسين. اللي بغى يستعملها غتلقاو اللينك في الديسكريبشن وفي اول كومونتير. جربوا هاد لابليكاسيون واستعملوا الكود ديالي الجميل جدا باش تربحوا بونص على اول دفعه ديالكم. وصافي هادشي اللي كاين. الساعه حاليا تشير الى الطانشه وقسمين. ها هي التحدي الى بدينا مع 12 غنساليوه مع 12 عاوتاني 24 ساعه مزيان طوب. ركز معايا. الحوايج اللي غنركزوا عليهم هو غنحاولوا نديروا واحد التقريبات في الكالوري. شنو هما التقريبات في الكالوري؟ كاينين بزاف الحوايج اللي هما صغيرين كيبان لك صغير اه ولكن فيها بزاف الكالوري. الحوايج اللي حنا غنركزوا عليهم في الفيديو نتوما الا كنتو باغيين ترقاقوا بعدو منهم حيت فيهم بزاف لي كالوري. الفطور اول حاجه غيكون فيه بزاف ديال البيض بزاف ديال الفرماج الاحمر اللي هو فيه بزاف لي كالوري وغيكونوا فيه لي فخوي ساك اللي حتى هما حامرين بلي كالوري. ونزيدكم واحد تقريبه زيت العود معلقه واحده فيها 120 كالوري اي ما يعادل تقريبا طبسيل ديال الشلاطه فهمتي كيلو طماطيشه مع كيلو البصله. يلا بسم الله غنستعملوا الكاشير ها هو حلال. فرماج الاحمر حتى هو حلال كيتي فرماج حرام تنتايا. وغنستعملوا البيض غنحل الثلاجه كحاز واحد شويه كحاز باش ما تطيحوش حيت حاطكم فوق الثلاجه. ما حاطكمش فوق الثلاجه حاطكم في قلبي وعاد فوق الثلاجه كي جيتكم ها نسحق على شي متابعه. ها البيض ها واحد ها جوج ثلاثه زيد ربعه زيد خمسه ناري كنت في المغرب وندير هادشي نبات في الخيريه سته وباعي هاي سبعه. علاش سبعه؟ حيت دون كريستيانو اح ضربتكم سمحوا لي المتابعات ديالي. يلا بسم الله نبداو نطيبوا في هادشي. هي هي تيريرن ها هي زويته بلدي. اول كوتش جا فيه الفهمه شويه الاخوان سمحوا لي واحد الضربه هذا الشيء ابخي دخلوا في لابليكاسيون باش تعطي زعما داكشي اكزام. ها الكاس ها انت زيرو تخوي الزيت زيت الزيتون ديال العطاويه الاخوان ها هي 30 غرام شي 30 غرام زويته ديال العطاويه بيضات ها هما شي البيضات شي البيض 30 غرام ديال الزيت درنا فيها 265 كالوري. حنا غنطيبوا البيض وغندو فوقو عاوتاني 30 غرام ديال الزيت 265 اخرى على 500 وشي حاجه والبيض ها واحد الله الى ما هزوك السبيطار اليوم مزرعه ديال البيض اول غنديرو 100 غرام ديال الفرماج الاحمر 100 غرام ما عندناش الخبز شو مقلق اول ما كاينش خبز ناكلو هادشي غالبا غيضرني في كرشي فيه بزاف الزيت. دابا حاليا كتم عملية تشحير البرداتي عمرو شي برداتي شي معيقة ناخذ معيقة باش نكمل بزاف الوقت. هادشي مالح ما فيه فرماج
درني راسي اخوان. الصراحه الخطه اللي عندي دابا حاليا غادي نخرج غادي نمشي غنتبحر غنضرب بواحد التبحيره في واحد اللاك راكم شفتوه في الفيديو اللي قبل اللي هو بحال البحر الاصطناعي غادي نمشيو ليه. غادي نمشي ليه كنجري غنجيب واحد الدوره باش ندير الكارديو وعاد غنمشي ليه يعني ماشي غنمشي ليه نيشان غنطول الطريق وغنمشيو ليه غنعوم واحد 2 كيلومتر كالعاده سباحه الي روتور وغادي نجيو كنجريو عاوتاني هكا غادي نكونوا حرقنا لي كالوري وغالبا غيجيني الجوع. وانا جاي في الطريق غادي نمشي للسوبر مارشي غنتقدى باش غنجيو غنصايبو لي برجر غنصايبو عران ديال البرجر تنقول لي ماك شمس انسطعت والجو جميل هذا اليوم وفراشات قنقع غنحرقوا لي كارديو مع السلكوت. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو عيس لحقت انا 200 متر عيس ها واحد كيلومتر صوره مع المتابع صافي صافي 10 فيتس تزقس من الموت وصلنا شو نعوم الصاد الصاد اخويا الموت ها كنت غنموت مجنون هذا. من بعد تقريبا 2 كيلومتر وصلنا هوب ها حنا يلا شميشة ليتس جو يلا سير ياسر انا غنطفق بحال شي جمرة اوف طفيت كنا شاعلين واخا اللعيبة غير صحية صافي كنجريو وسخان لا بالعكس علاش علاش يقول لك من الناس كيتخشوا في الفاه في الثلج بارد علاش ما نعرف انا بنتي غير صحية واقيلا لا صح ايوا صافي قال الكوتش قال الكوتش دابا غنديرو التراجي ديالنا اللي هو غادي نمشيو من هنا تلهيه تلهيه وغنطلعو في الجزر تما وغنرتاحو ونعاودو نرجعو تاني يعني تقريبا عندك كيلومتر الي كيلومتر روتور تقريبا تقريبا شوف 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 الما كيداير شوف شتي الما كيصافي ولا ماشي الما كيصافي شوف اخوان درنا واحد العومه اسطوري عرفتي انا بعد السواحل كنعومو عرفتي لما نقي ودافي يعني ما باردش بزاف وما سخونش دافي دابا غادي نمشيو غادي نتقداو التقديه ديال الغدا نمشيو غنتغدا اش جاني الجوع ما يمكنش اصاحبي لا نهار درنا ترينينا الكارديو العومان في العومان بوحدو درنا شي 2 كيلومتر قطعنا واحد المسافه ما يمكنش اصاحبي العومان حرقنا بزاف لي كالوري دابا غنمشيو غنعوضو نستحق ها درنا اكسبري حيت التحدي خصنا نحرقوا لي كالوري دوك درنا اكسبري اغلاطو كلشي كدير شحال شحال هذه التحديات ما تبقاش ما خاصكش تحرق هياش دابا زيك الجوع جاني الجوع جاني الجوع فوالا الصباح شحال دخلت الكالوري شي 1000 وصرف الصباح 1000 وشي حاجه بالمونطاج نحطو اليوم ما بقيتش عاقل شحال ايوا اكثر من 1000 كالوري زعما غادي تجيك الجوع تضرب واحد 1500 ولا 2000 1500 ولا عنده 2000 2000 هذا نكملوا اليوم اتزقلت من الموت يا بسم الله توكلنا على الله ولا اله الا الله. اذا الاخوان قبل ما نحلوا هذا الدرع بغيت نقول لكم واحد رسائل حب وتقدير ومحبه للمتابعات. الاخوان كنشكركم على مليون ابون صافي هادشي اللي كاين ما كنعرفش نعبر الاخوان ما كنعرفش نعبر انا فاش كنت صغير كنت كنجي في تعبير 0/10 ما علينا بسم الله طق طق والله الاخوان واحد الشعور رائع والله واحد الشعور رائع باقي نعقل على اول فيديو بوستيته في يوتيوب اول فيديو لو شي واحد يجي يقول لي وصل مليون ديك الساعه كنت نضربه وتصرفي عا نقول ليش كتخرب هودا يو الدراري السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد هذا اول فلوق ديالي ان شاء الله اليوم العيد مبروك عيدكم تعيدوا تعاونوا ان شاء الله. شكون اللي توقع واحد النهار اسامه اللي كان كيدير داك الفيديوهات الحامضين وبهذه المناسبه غنعطيكم واحد المستملحه في عجاله بين قوسين فكها 2028 الاخوان السعد المدن المغربيه تجمعوا ودوزوا واحد الامتحان شكون هي المدينه المغربيه اللي كملت الامتحان هي الاولى سلام سلام نحلوا هذا الدرع واو دخل شو قدرت شو يا ربي كون كيتباع الدرع هذا نبيع يما انا ها هو دابا غندور ها هو شتوه واو واو لا شعور الحمد لله
الحمد لله بعدا أسامة بال شيل يا طويل العمر شيل بلاتي بلاتي السي محمد شيل 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 يا طويل العمر شيل شيل يا طويل العمر شيل شيل يا طويل العمر شيل يلا بسم الله نحطوا هادشي جانبا نكمل الفيديو اخوان عدنا غنوريكم شنو تقدينا الغداء كما قلت لكم غنقادو فيه دي برجر ها نتوما خليكم معنا اول حاجه عندي هنا الخبز البرجر صدماتني فيه واحد القضيه هما اللي كالوري اللي فيه شوف معايا السي محمد كل حبه فيها 200 كالوري هنا كاين ربعه انا غناكل جوج يعني تقريبا 400 كالوري تقريبا هاي الكفته اللي غنستعملو وغنستعمل لي صوص البصله ومطيشه ما فيهمش لي كالوري تقريبا دونك صافي هادشي اللي مهم غنستعمل في كل برجر جوج كفتات ومع الفرماج يعني دابل تشيز برجر كل 100 غرام فيها 250 كالوري وهنا عندنا 10 الحبات المجموع 750 غرام يعني في كل حبه فيها 75 غرام يعني جوج الحبات 150 غرام 375 كالوري في جوج حبات انا غناكل اربعه الحبات يعني هادشي غيكون مفركع في الكالوري وزيد لي صوص وزيد الفرماج نزيد لكم عاوتاني رجع شويه اللور نحل الباب الثلاجه باش ما طيحوش ليا المتابعين الاحباء هنا خديت واحد التيراميسو اللي غنضربو في كوتي هذا بوحدو فيه جيت التليفون ديالي الحساب قوى عليا كل 100 غرام فيه 265 كالوري هو فيه نص كيلو 1325 كالوري هذا غنكملو كامل بالضحك انا عارف راسي قادر نكملو علاش لانه داير ريجيم من السكر ما كناكلوش كاع مره تقريبا دابا شي شهر وهذا حلو بزاف يعني وغنزيدكم عاوتاني خديت هنا واحد الباكيه ديال لي كلاص فيه 12 حبه 12 كلاص جوج ديال لي كلاص فيهم 313 كالوري يعني واحد تقريبا فيه 155 كالوري مزيان انا غنحاول اليوم في النهار كامل نكمل 12 كلاص يعني غنحاول وانا جالس كنتحرك كناخذ واحد ناخذ واحد ناخذ واحد حنا غاديين تنحاول نكمل هاد الكلاص كاملين قلنا جوج فيهم 300 غرام يعني 12 فيهم 1800 غرام شي حساب كي داير اقرا اقرا ولدي اقرا نتاكدوا من الحساب باش ما نتقمعوش قدام المتابعين والمتابعات دونك هذا غنحاول نكملو النهار كامل غاديش نصور لكم كل مره ولكن كاينه واحد الثقه بيناتنا فهمتي ثقوا فيا صافي دونك دابا غنصايبو لي برجر من موراها غناخذ التيراميسو من موراها لي كلاص مزيان هاد الكبسه راه حلال ها هي حلال هنا قطعت البصله قطعت المطيشه غسلت الخس ها هو الفرماج اللي غنستعمل وها هو الخبز وهنا درت الزبده باش نطوستي الخبز هذا الخبز ناضي احسن خبز ديال البرجر هو هذا اسمع اسمع ممتاز مرحله لي صوص حريفي حريفي في هادشي مطيشه صغيره فهمتي عسيله فهمتي زبيده وفي عسيله فهمتي ودير سمينه لا 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 حسن الفابور نديرو عسيله فهمتي شويه البصله ومعها غنديرو نديرو معها عسيله صافي والخص الخص خص يكون ناشف ما يبقاش فيه الماء وعاد كنحطو الله يرحم الوالدين صافي دابا بقات غير الكفته غنحطوها من الفوق كل كفته معها فرماجه الكفته قربت طيب فلهذا الوقت المناسب باش نحطو فيها الفرماج باش حتى هو يذوب ويجي داكشي مفرمل طاف عليا ها الكفته كيفاش جات هنا حطيت جوج ها هما شيهم شوف السي محمد ها هما لي برجر ماشي كاملين غناكلهم بطبيعه الحال جوج هما اللي ديالي جوج اخرين ديال الكوتش الله يسهل عليه المهم كما شفتوا في الحسابات اللي درنا في الاول كل برجر تقريبا غتكون فيه 700 وشي حاجه كالوري يعني بجوجهم غيكونوا فيهم 1500 كالوري وهنا عندي نسيترو ديال المناضه ماشي هنا نسيترو زعما غنشرب نسيترو هنا راه ما كاملاش حتى أربعة يعني في المجموع غنساليو بواحد 125 كالوري في كل كاس 250 كالوري ديال المناضه مع 1500 غنطيحوا في حد 1750 كالوري صافي وماشي بزاف غندوقوا هذا البرجر هذا الاخوان شوف بسم الله بدون تعليق ممتاز غندير شي حاجه نتفرجوا فيها باش نقدر نكمل هذا الشيء هذا الفيديو ان شاء الله غتكون فيديو شيق او مليء بالحماس الساعه حاليا توشي سير اخويا بحالك سير احسب معنا سي بلهيش Lately it's looking like everything perfect Out the mud with it, I put the work in You can find me where that turf is Pin precision like a surgeon Bad ones used to curb me Showing up to the show when the curtain split She know that I'm worth it, I'm finna go up, I'm aerial I got the hit stash, got a bracelet for impact Real tricky, quick to flip a pretty penny to a thick stack Quick stat, think fast and I talk real I give a f*** about how they feel Me and Zay just dropped the propane And it sounded like Mass Appeal For my dog, I'ma ride to the wheels kill Got his hand on the hammer, so keep it legit
اخوان هادشي كيخلع. كمل جوج ديال لي برجر وكملتهم بسهوله وباقي فيا جوج. ها هو التيراميسو فيه نص كيلو واللي غالبا غنساليه بسهوله حتى هو ما عرفتش علاش. هاد الحلاوه شحال ما كليتها، لي صوص شحال ما كليتهم، هاد البرجر ما كناكلوش كاع. شتي مع الريجيم ولا كيجينا اي حاجه سهله. ها هو شوف شوف السي محمد شوف يا ربي يكون بنين، حيت لما كانش بنين ما غاديش نقدر نكمل نص كيلو الباص. الريحه راه واعره. انا كنصايب التيراميسو في الدار واعر، ما عرفتش واش غيكون بحال اللي كنصايب ولا احسن ولا اقل. ها بسم الله الحلاوه كثيره مذاق كثير مذاق كثير. هذا نكملوه بالضحك هذا وخفيف بزاف. هذا نص 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 الضحك 250 غرام. الحمد لله 1280 كالوري كملتها بسهوله. هذا الشيء اللي كيخلع كنحس براسي مرتاح. نص كيلو درت تيراميسو، نص كيلو بلاتي 500 غرام كيبان لي قدو نجحوا في التحدي والله اعلم. قدو نكملوا 10000 كالوري مع العلم ان هذه الله الربة الثانيه باقا الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه. دونك كيبان لي نقدروا نكملوا 10000 كالوري. دابا غادي نمشي غنعس قبل ما نقدروا نكملوا 10000 كالوري. ها بمساعده الكوتش هي قول لهم دابا عرفت لامبورطونس ديال يكون معك كوتش كيعرف. دابا غنشكر راسك قال لكم الكوتش خصني نقول لكم بانه نقدروا نكملوا 10000 كالوري وخلينا حيت هو زعما معاوني زعما كيعطيني نصائح كيفاش نطلع لي كالوري في كل غوبا ياك. وما نعطيكش نصائح اش نقول لهم؟ دابا عرفت لامبورطونس ديال انك تكون مع انسان كيعرف هادشي. دابا عاد فهمت الدور يكون عندكم كوتش مقابل لكم الماكله ديالكم حيت كيعرف كيفاش يطلع لكم لي كالوري ولا يهبطهم على حسب الدوموند ديالكم. نسيت ما صورتش فهمي اخوان تلف لي الحساب هذا كلاص رقم ما عرفتش شحال صراحه اما خمسه اما سته. الغوبة رقم 3 ولا 4 ما عرفتش كل حبة هذه فيها 400 كالوري. انا غناكل جوج حبات بلا ما نطولوها ضرب بزاف. ها اخوان الشفافية والمصداقية 400 كيلو كالوري. حنا عندنا هنا في هذه القناة هذه عندنا المصداقية. فهمتي نقول لكم مصداقية المصداق. شوفوا لي الخيزو والخضرة وداك الشيء وجليبينة حتى هي. اخوان كنحس بالتعب. هاما لي نوي سمع الصوص. بسم الله حارة ولكن دايزة دايزة باقا. بالليل بالليل كاع غنزيد واحد الغوبا ثالثة غنمشي غنتكا دابا واحد شوية وبالليل غنزيد الروبا ماشي الثالثة الرابعة. أسود ترامبولون أسيتيت 1200 ملي جرام في الأسبوع. ستة ولا سبعة ولا ويلي العافية العافية. غتبان لكم بحال الروز والدجاج يعني ما فيهاش بزاف لي كالوري ولكن هدا اس محمد واس محمد وجب حنا كنتفلاو. هنا درت لكم واحد تقليبة باش نطلع لي كالوري. هنا درنا 200 غرام ديال الدجاج بلي صوص وكذا طيبتها بواحد التكنيك هندية فهمتي. هذا واحد الروز صحي ماه ما فيهش لي كالوري كاع لا حول ولا قوة الا بالله. زدت معاه 50 غرام ديال الفرماج الاحمر حكيته وزدت معاه 50 غرام ديال لاكاج. هنا ولات عندنا واحد الغوبا فيها لي كالوري بزاف اللي في خويسك عامرين بلي كالوري. دونك غناكلو هاد الغوبا هادي وغنقول لكم شحال فيها من الكالوري بالمونتاج لعيبتي كاس فهمتي. شكرا. هاد الوجبة راها هندية فهمتي جاي من الهند. ويلي ويلي نقاد بالقصة. او تقريبا الرابعة صباحا. ما جايينش الناس وكنحس براسي فيه الجوع التاثير ديال الريجيم خرج عليا. كنت قاطع السكر الاخوة. هنا صايبت واحد الرامن فيها جوج البيضات فيها طروفات اللحم صغار فيها الجلبانه فيها الخضره فيها البصله فيها الثومه فيها العسل فيها الصويا صوص الحلوه والملح فيها كلشي وغادي ناكلها. تقريبا فيها واحد 500 كالوري اكثر من الاخرى. الاخرى فيها 400 هكذا تكون فيها 500 لوجيك. دونك هذه فيها اكثر تقريبا 500 على حسب الحساب ديالي. وفيها جوج بيضات مزيان بروتين كاين صافي هادشي اللي كاين غادي ناكلو. ها رقم 8 والله تعيقت قسما بالله. ماشي كندير هادشي حيت عندي التحدي لا كندير هادشي حيت عاجبني فهمتي باغي ناكل. انا باغي ناكل. نمشي نعس 4 الصباح هادي.
اخوان السلام عليكم. باش ما نكذبش عليكم فقط الصباح ما قدش ناكل ما قدش راني كرتي واحد شويه وانا عارف علاش حيت البارح كليت بزاف وكليت شي حوايج وانا قبل كندير الريجيم ما كنتش كناكل السكر كاع بمره والبارح كليت بزاف ديال الحوايج حلوين فدونك خربق لي الكور ديالي فقط الصباح اليوم راني واحد شويه كرشي وما قدش ناكل ما قدش نزيد الغوبه الاخرى اللي كنت غنزيدها في الصباح اللي هي فطور فيه البيض فيه شحال من حاجه اللي فخويسك ما قديتش. دابا راه فات 12 دونك ما يمكنش لنا نكملوا في التحدي خاصنا نحبسوه. التحدي ديال لي كالوري غادي يحبس ما عرفتش شحال درنا من كالوري في 24 ساعه في المجموع كامل. غنحط لكم كلشي هنايا بالمجموع ديال لي غوبا بخمسة ولا بستة ما بقيتش عاقل شحال صراحة تلف لي الحساب شحال من كلاص كلينا تقريبا اكثر من 10 ديال لي كلاص ماشي البكية كاملة ولكن غندير الحسابات ديالي بالآلة الحاسبة وغنعطيكم المجموع الأخير النهائي. أنا كنتوقع غنكونوا قربنا ل 10000 كالوري ولكن ما فتناش. فهادشي اللي كاين في هاد الفيديو كنتمنى يعجبكم الكونسيبت ديالكم والكونسيبت يعود إليكم وانتم اللي تقدروا تنقطوا واش عجبكم ولا لا. هاد الكونسيبت كما عارفين راه كنديروه كل مرة زدنا ب 100000 أبوني فراكم عارفين وصلنا المليون درتو ليكم عاوتاني مليون و 100 كا غنديرو عاوتاني وحنا غاديين في هذا الكونسيبت اللي هو براند ديال لاشين. هادشي اللي كاين قلبكم واحد لايك وتابونا في لاشين واكتفيو لا كلوش ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه اللي غتكون السبت الجاي مع الجوج. تلاقاو